الله يبارك فيك. النتيجة طبعا طبيعية، من المباراة الأولى احنا عارف الفوارق باينة قوي، والتأهل للنادي الأهلي منطقي جدا، إلا بقى لو يعني زي ما بنقول ده مفاجأة الكورة والكلام ده اللي هو الكلام اللي بيتقال يعني. لكن في أرض الملعب ما أعتقدش كانت فيه تخوف خالص، ولا المباراة اللي كانت في تونس ولا مباراة النهاردة. ولا النهارده لكن طبعا فوز منطقي جدا 3-0، كانت ممكن تزيد أكتر بكتير قوي لو في شوية طمع ايوه وشوية تناليم ما زودش النتيجة يعني. كل الأمور عندك متاحة، صح. 3-0 الفريق التاني خلاص، ما مستسلم. مش ما فيش مستسلم، ما فيش تكتل، كل واحد عايز يثبت نفسه، والتغييرات اللي موجودة يعني الأمور كلها بتقول لك زود النتيجة كمان، وكل ده الآخر ليك أنت يعني. ممكن تطلع 5 ممكن 6 على فكرة، ليك أنت الصدى نفسه ليك أنت، صح. تمام كويس. لعيبه عايزه تجيب اهداف، هي بتدي الاهداف دي، هي بتدي الثقه نفسها، خصوصا الناس اللي هي اللي بيلعبوا فراوده وكده يعني. فيك النهارده كذا حاجه كانت ممكن تخلي الشكل متكامل او احسن من كده، لكن في الاخر انت بتقول التاهل الحمد لله عن استحقاق وكان مضمون، والتاهل للمجموعات للنادي الاهلي كالعاده الحمد لله رب العالمين. لكن دايما احنا دايما بيبقى كلامنا مختلف شويه، انك انت بتدور على الاحسن لما بتبقى بتتخيل او المنافس بقى اقوى من كده، فانت دايما بتبقى عايز تعمل الفروقات واضحه قوي، وان انت متسيد المباراه في كل حاجه، وفي ما بتحب تسرع الاداء بتسرع الاداء، عايز تهدي تهدي، عايز يعني انت متحكم في الشكل، لانك انت هتقابل منافسين اقوياء جدا بدايه من الدوري العام ان شاء الله. عشان كده انت عايز كل اللعيبه في احسن شكل ليها. دوري صعب طبعا اكيد هنتكلم عنه في بعد كده، بس يعني انت شايف ان هو يعني من البدايه لا لازم الفوان يكون من البدايه بالظبط يعني. ده اللي انا كنت عايزه يعني. 3-0 نتيجه كويسه، الناس كلها طالعه مبسوطه كل حاجه الحمد لله، لكن دايما عايز اداء اقوى، اداء اقوى من كده بكتير، اقوى يعني. لا انا عايز 1 و2 و3 اداء قوي، لما ادورش على الرابع ليه الخامس يعني. انت دايما طماع. لسه بدري، الناس تقول لي لسه بدري شويه، لان انت في بدايه موسم، انا موافق، بس في ناس بتدي كده دايما زي شهرات في بدايه الموسم، ان انا السنه دي لا انا قوي جدا. انت فاهمني يعني، هي ليها كذا مغزى. لا النهارده لا، النادي الاهلي عمل نتيجه عاليه جدا باداء يقلق كل المنافسين، اذا كانوا في افريقيا او كان في الدوري العام، ما فيش حد يبدا يفكر ده لسه النادي الاهلي هياخد وقت لما يوصل لاعلى فورمه ليه وكده. لكن المكسب حلو، المكسب حتى لو في اخطاء بتعرف تعالجها وانت مش قلقان او مش زعلان. ممكن في اخطاء النهارده، بس هو المدير الفني كولر بيقيس الاخطاء على مش على مستوى منافس، صح، على مستوى الكلام، صح، اللي قاله اللعيبه، على مستوى طريقه لعبه، على مستوى اللي هو كان بيدور عليه، على يعني حتى المكسب ما يخلوش يتغاضى عن الاخطاء. لا بالعكس، بس المكسب وانت بتكسب وانت كسبان وبتتكلم على اخطاء، بتبقى انت هادي كده، بتعرف تعالجها بهدوء، مش متعصب، فاهمني. هو حاطط شكل معين لمعظم اللعيبه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ويبدا يقيم الماتش التاني، انت جماعيا شكلك ازاي، ايه اللي ناقصك لما الكرة تبقى معاك، محتاج ايه في الملعب، محتاج الريتم والاداء بشكله ازاي، امتى تهدي اللعب. هو اللي بيقيس الكلام ده كله على مستوى جماعيه الفريق وعلى المستوى الفردي لكل لاعب، ويبدا يشوف مين احق ناس موجودين في بعد كده، دول هم اللي هيبداوا. بس انت قلت لي حاجه قبل الماتش او بين الشوطين، ان قناعاته ممكن تتغير. اكيد ممكن تتغير طبعا. لا ممكن تتغير اكتر من مره. يعني انت فاهم قصدي؟ ايوه فاهم. لان هو ما هو بص يا ايمن، هو بيكتشف مجموعه لعيبه، هو عنده فكره عنهم كلهم واتفرج عليهم كلهم وعارف كل واحد هو ايه ولعب ايه وكده. لكن هو يعني تفكيره في الكوره او تفكيره في طريقه لعبه مثلا، يعني انا غير بلال، فانا ببدا اشوف هو اسامه هيأدي ازاي بطريقتي او باللي طلب منه، وابدا ماشي اسامه تمام، يبقى شريف، يبقى ايمن، يبدا يحط العناصر اللي هتنفذ له الفكر اللي في دماغه. وعمليه الاستكشاف دي بتاخد فتره؟ لا لا لا، تاخدش فتره. مع عشان بقول لك، وعمل حاجه حلوه هعيدها لك تاني، حته المعايشه اللي عملها مع اللعيبه دي مساعداه. ايوه. عشان كده هو بدا بسرعه، هو عارف مستوى حمدي فتحي يبقى كويس ازاي، ديانج ازاي، يعني واضح ان ديانج هو اللي مش هيستغنى عنه في نص الملعب، الموضوع انتهى تماما،
وده كنا بنتكلم فيه زمان انا واسامه وكابتن شريف وكان بلال حتى وعادل معانا، لما كنا بنستغرب من ازاي ديانج بيتغير وازاي ديانج ما بداش. ديانج واضح ان مع كولر هيبقى ديانج وشوف مين اللي معاه، هتبقى منافسه بين فتحي وبين السوليه. ما بيقللش حاجه من الثلاثه، الثلاثه ما شاء الله ممتازين. بقول لك اي حد يبقى عنده الثلاثه دول يبقى محظوظ. وبيبدا يشوف اللي بعد كده، يعني هو غالبا الرباعي الدفاعي استقر عليه مع وجود طبعا الشناوي. وافكرك ايمن ان مفيش تغيير هيحصل في الرباعي اللي ورا ده خالص ولا الشناوي. كل التغيير ومنافسه بعد كده امامي بعد كده. يعني باستثناء ديانج هتبقى المنافسه بادئه. النهارده حمدي انا من رايي عمل مباراه كويسه وبدايته كانت كويسه واحرز هدفين ممتاز حمدي فتحي. كويس ومجهوده في الملعب طبعا كعادته حمدي مجهوده على طول معروفه كميه الجري اللي عنده كده. ادي حمدي فتحي. تبدا بقى المنافسه بين طاهر حسين صافيو احمد عبد القادر، ما هو ميال محمد مجدي مع ان ميال هو احمد عبد القادر هتلاقيه موجود. بقت عنده حيره شويه دلوقتي مين يبدا بيه كسترايكر رقم 9 مين؟ هل شريف؟ شادي؟ حسام؟ ما اعتقدش يدوا حسام بدايه الماتش اللي فات لان هيبقى لسه حسام ما لعبش. فهتبقى المنافسه هنا كويس. فهي في بعض الاماكن يا ايمن هو لسه، واحيانا كمدرب لما بتبقى مدير فني تحط نمره 1 و2 و3 طبعا. العالم كله كده على فكره. كل العالم كده عندي رقم 1 وعندي بس 2 مش بعيد قوي. عشان دايما يبقى في منافسه. لان 1 هو اللي هيبدا لو خلاص في حاجه لا يدخل 2 2 على طول عشان و2 لعيب كويس قوي كمان بس محتاج فرصه. لازم منافسه. فريق ما فيهوش منافسات داخليه بين اللعيبه انسى ان هو ممكن يقدم اي خطوه لقدام. عشان كده بقول لك هو كولر الى حد ما 85% من شكل تيم النادي الاهلي اتحدد. كل المشكله بقت عنده دلوقتي في الشغل الهجومي او الاربعه او الاربعه اللي قدام الثلاثه واللي هو 9 اللي موجود. مين هيبقى موجود؟ هل هيبدا بمحمد مجدي قصان العاب ولا هيبدا يركز برضه على سافيو في المكان ده اللي انا عليه اعتراض مع كل احترام ليه؟ هكلمك فيه بعد كده. هو ده الكلام. لكن دايما انا بقول حاجه، حتى لو عندك اخطاء وتطبيقها في كره القدم اما عالجها وانا كسبان ما عنديش اي مشكله. بالعكس ارتاحيه تماما. حتى اللعيب لما اجي اكلمه وهو كسبان هيتقبل الكلام. لكن مزبوط. لو قدر لا في حاجه ثانيه انت متعصب واللعيب متعصب. لكن الامور هاديه جدا. صحيح. طبيعيه جدا. طبيعي ان الاهلي طبعا يتاهل الحمد لله. الفروقات كبيره جدا مهما كان المنافس. بس هو لايمن لحد كبير قوي انت ضامنه على 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 في مباراتين على فكره. لكن انت دايما انت غير كل الفرق، انت دايما بتبص للخطوه اللي بعدها. عشان كده انت النادي الاهلي ما بتكتفيش ان انت تبقى في النهارده، لا انا الحمد لله النهارده، لكن انا دايما ببص انا سابق الناس كلها بخطوه لقدام. عشان كده انا دايما ببقى طماع. صح. دايما باخد بطولات كتير، دايما عايز الاحسن، ببص للافضل. احسن كابتن شريف النهارده كويس؟ لا, لا لا انت مش كويس، انا عايز الاحسن. لان هو عنده كده. انا مش بطلب حاجه، انا مش بطلب حاجه زياده من اللعيب. انا عارف امكانيات اللعيب ايه. مزبوط. عشان كده كل ما يوصل لمستوى لا انا عايز احسن احسن احسن. صح. لكن الحمد لله تاهل مستحق، 3 نتيجه كويسه في كره القدم. دايما عايزين الاحسن. الف مبروك. صح. وان شاء الله لدوري المجموعات يبقى ان شاء الله برضه تاهل للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن